مش مهم بس عشان شكلنا والله، أكيد ولا عشان لبسنا يبقى شكله حلو علينا، لكن عشان صحتنا. ده أكيد. دلوقتي أصلا كل حاجة دلوقتي متعلقة بالسمنة، أي دكتور تروحي له يقولك روح خس خلاص، يعني هي بقت دلوقتي حاجة مش مجرد بس إن أنا باخدها عشان خاطر شكلي أو لبسي أو الكلام ده، لأ أنا باخدها عشان خاطر صحتي. ودايما لما بيجيلي عيان مثلا أو واحدة عايزة تخس، وابدا ان انا مثلا اعمل التشيك الاولاني اللي هو بعض التحاليل، والاقي عندها انها خلاص فاضل لها خطوه ما بينها وما بين السكر، ما بينها وما بين الضغط، تقول لك مثلا انا ضغطي معظم الاوقات بيبقى بيرتفع وبينخفض بيرتفع وبينخفض، خلاص ده بدايات ضغط، تمام؟ ويبقى عمرها سنها صغير، يعني سنها صغير، احنا الكلام ده ممكن نشوفه في العشرينات كمان، مش شرط ان هي سنها يبقى كبير. فببدا ان انا اقف معاها الوقفه الجديه، انت دلوقتي مش جايه عشان خاطر تخسي عشان خاطر شكلك، لا احنا دلوقتي دخلنا في مرحله ان احنا في امراض مزمنه هتبقى معانا، هتضطري على طول ان انت تبقي ماشيه بالدواء بتاعها، ولو ما خدتش الدواء بتاعها ممكن لا قدر الله يحصل اي مشاكل تانية. فببدا ان انا اكون حازمه معاها اكتر من العيان اللي هو جاي لي، هو جاي لي بس عشان يخس، بس هو ما عندوش اي مشكله، مش معرض ان هو يجي له اي امراض، ده ما بيبقاش عندي مشكله فيه. لكن لو حد جاي لي عنده فعلا ان هو خلاص، ودول كتير على فكره، فاضل له خطوه على السكر، خصوصا مرض السكر بالذات، ببقى يعني حازمه جدا معاه، وببدا ان انا اتعامل معاه بكل حاجه، يعني باجهزه، بدخل بدايت، لو هنعمل دايت حتى قاسي ببدا، تمام؟ بس الفكره كلها ان هو ما ياخدش الخطوه ويروح لمرحله المرض دي. يعني احنا بنبقى السمنه فعلا ممكن تودينا للامراض دي، بس دكتور التغذيه معاك ممكن ان هو باذن الله بفضل الله ان هو يمنعك ان انت تخش الخطوه دي. فبالتالي قبل ما توصل للامراض الخطيره زي السكر وامراض القلب، هو بيشدك وبيرجعك مره تانية للطريق المظبوط، يعني اللي هتمشي عليه. طيب عايز اعرف منك، هل السمنه انواع؟ اكيد طبعا السمنه انواع ودرجات، تمام؟ احنا مثلا عندنا الناس اللي هم زياده وزن، مجرد ان هو عنده بس زياده وزن ما عندوش اي مشكله خالص، ده ممكن نمشي معاه باسلوب الدايت بس. في ناس عندنا اللي هي الوزن بقى اللي هو السمنه رقم واحد، السمنه رقم اتنين، رقم تلاته، تمام؟ دي هل السمنه رقم واحد دي متعلقه معاها امراض ولا لا؟ هل حتى زياده الوزن ده عنده هيستوري في العيله ان هو مثلا عنده سكر، عنده ضغط، عنده المشاكل القلب ولا لا؟ يعني هي السمنه درجات، تمام؟ بس الفكره كلها ان مش السمنه بس، مش المريض بس البي ام اي بتاعه طالع عندك 30 او طالع عندك 35 او طالع عندك 40، تمام؟ لا، انا بتعامل ان المريض ده حتى لو هو طالع عندي مثلا معدل كتله الجسم بتاعه، مؤشر كتله الجسم بتاعه مثلا عندي 26 او 27، تمام؟ بس المريض ده عنده مشكله ان هو عنده سكر وراثه في العيله، تمام؟ ان هو عنده امراض قلب وراثه في العيله. لا، المريض ده ما اصبحش عندي مريض ان هو جاي مجرد ان هو وزن زائد فقط، لا، ده بقى ان انا لازم اتعامل معاه باسلوب معين عشان هو معرض لا قدر الله ان هو يحصل له الامراض دي. وطبعا بعد التشيك او بعد التحاليل اللي احنا بنعملها، ودي تبقى مهمه جدا في الاول، دي اللي بتبين لي اللي قدامي ده معرض ان هو لا قدر الله يحصل له مشاكل صحيه نتيجه السمنه اللي عنده ولا لا. فاسلوب العلاج بيبقى مختلف. يعني التحاليل دي يعني مش اي حد يجي كده على طول نديله نظام دايت يمشي عليه وخلاص، لا، ده في تحاليل لازم نعملها قبل ما نقرر الشخص ده هيمشي على اي نوع من نظام الدايت. انا شايفاه ان هو لا قدر الله ممكن يودي للوفاه. يعني احنا عندنا مثلا، انت شفتي مثلا في على السوشيال ميديا الجروبات اللي معموله مثلا لانظمه، تمام؟ انظمه الكيتو، انظمه الصيام المتقطع، ويلا نعمل ويلا. انت شفتي حالات كتير حصل لهم مشاكل كتيره جدا، يعني بنات لخبطت في الهرمونات، لخبطت في الدوره الشهريه بتاعتهم، في ناس عندهم حصل لهم نقص شديد جدا في الفيتامينز بتاعت جسمهم، في ناس دخلوا منهم عنايات مركزه، تمام؟ نتيجه ان انا بتعامل، ايوه، نتيجه ان في ناس عملوا المراره كتير جدا، يعني ظهرت عندهم فجاه حصوات في الكلى. طب هل انا بخس عشان ابقى صحتي احسن، ولا انا بخس عشان خاطر يحصل لي امراض اكتر؟ لا طبعا، انا لو هخس عشان خاطر يحصل لي امراض اكتر انا ما اخسش، انا هفضل زي ما انا واموت زي ما انا. هو ده بقى بيعتمد على هو الشخص رايح يخس ليه، او هو قرر ان هو يخس ليه. في ناس مقرره تخس عشان صحتها، زي ما احنا بدانا الحلقه كده، انه في امراض كتير قوي احنا معرضين ليها نتيجه الاصابه بالسمنه المفرطه،
فبالتالي انا عايزه اخس عشان الحق نفسي، عشان الحق صحتي، عشان اعيش بشكل افضل. في ناس عايزه تخس عشان بس شكلها يبقى حلو. هو ممكن موضوع الشكل ده او موضوع اللبس ده كان مهم شويه قبل كده من كام سنه، تمام؟ ما كانش الناس بتبص لموضوع الصحه، لا انا جايه اخس مثلا، انا عندي فرح كمان شهرين فانا لازم اخس، عندي فرح مثلا، عندي مناسبه لازم اخس، عايزه البس فستان معين فانا هخس وبعد كده هتخن. لا دلوقتي يمكن ظهور الامراض كتيره نتيجه السمنه فعلا مخليه ان الناس لا انا رايحه اخس. معظم الناس دلوقتي جايه بمشاكل، صحيح، يعني غير مثلا من 3 سنين فاتوا هي كانت جايه لك مثلا، كانت جايه لك بس تخس عشان شكلها. لا دلوقتي معظم الناس جايه بمشاكل، جايه مثلا ان هي عندها مقاومه انسولين، فدي خلاص الاستبل قبل السكر، تمام؟ حتى الاطفال، يعني المشاكل دي مش بنلاقيها بس في الكبار، المشاكل دي بدأنا نلاقيها في الاطفال كمان. واحد جاي يخس مثلا عشان هو عنده مشكله ان الدهون في جسمه عاليه جدا، تمام؟ ان هي مسببه له ان هو ما بيعرفش يطلع سلم، ما بيعرفش يربط الشوز بتاعه، ما بيعرفش، على طول بينهج، حتى وهو قاعد بينهج، ما بيعرفش ينام. خدي بالك كمان السمنه مسببه كتير مشاكل في النوم، تمام؟ فهو دلوقتي اللي جاي لك معظم الناس اللي جايه لك، يعني لو جاي مثلا في العياده لا هتبقى منهم مثلا 70% جايين عندهم ان هم معرضين لمشاكل صحيه، غير مثلا من 3 4 سنين فاتوا. وعارفه يا دكتور انا بشوف كمان ان السبب في تغيير الثقافه دي البرامج الطبيه كمان بصراحه، يعني لازم برضو اديها حقها، لانه احنا كتير جدا نقول الخسيه مش بس عشان شكلكم يبقى حلو، عشان تعرفوا تلبسوا اللبس اللي انتوا نفسكم يعني فيه او تلبسوه، ولكن كمان عشان صحتكم، ده الاهم. ده اكيد حقيقي طبعا. يعني ده اكيد طبعا. وانا دايما بفكر ان انت صحتك هتتعب دلوقتي، هتعمل نظام غذائي وهتتعب فيه معانا شويه، هتهتم بصحتك، بس انت بتبعد عن نفسك مسافه كبيره ما بينك وما بين الامراض. يعني دايما اللي انا ما بيحاولوا كده، هم بيجي لهم فتره كده بيحصل لهم ان هم عايزين ايه؟ ياكلوا. انا زهقت بقى يا دكتور، انا عايز اكل تاني، مش قادر، خلاص انا هسيب الدايت، خلاص مش عارف ايه. اقول له خلاص انت براحتك سيبه، مفيش اي مشكله خالص، كل المشاكل اللي كانت عندك اللي انت بدات ان هي تختفي من عندك هتظهر لك تاني. هتظهر لك تاني. نومك بالليل اللي انت بقيت تنامه ما كنتش بتعرف تنامه هتراجع تاني للمرحله دي. فبيبدا ان هو لا بيتراجع تاني، يعني بيخاف. يعني بقى الناس بقى عندهم ثقافه الخوف من الامراض، ودي حاجه هايله، ودي حاجه كويسه، لانه انت لو اكتشفت الحاجه او لحقتها قبل ما تحصل، ده حقيقه فعلا، انت كده بتجنب نفسك حاجات كتير قوي. ده حقيقه فعلا. وفي الاطفال كمان، يعني مش هقول لك ان هو بس بقى مع الناس الكبار، لا بقى بين نلاقي دلوقتي مقاومه الانسولين مثلا، الطفل ده هيجي له سكر خلاص نتيجه مثلا ان مامته سايباه ياكل اللي هو عايزه، مامته بتسكته على طول، مامته قاعده طول النهار مثلا قدام الموبايل، قدام اي حاجه، وحاطه له كل الاكل اللي هو اصلا غلط عشان خاطر تسكته خالص. ودي معظم دي مشاكل احنا بنقابلها. ودايما اقول للام اللي بتيجي بطفل زي ده، انت عليكي عامل 80% مش النظام الغذائي اللي انا بديهوله، او اللي هو بيجي عندي العياده يقعد معايا ربع ساعه، لا انت عليكي. انت لو هو نجح هو بسببك انت، مش بسبب حد تاني. ولو هو لا قدر الله حصل له اي امراض، دايما بحمل الام السبب. ايوه، لان هي الامراض اللي بتتعامل مع الطفل ده، هو مش مسؤول عن حياته، هي اللي مسؤوله عن حياته، وهي اللي بتهندل اموره كلها، فبالتالي عي او هو بصحه جيده فهو منها هي. هو انتشار برضو الاكلات السريعه والكلام ده كتير، والوقت بقى سريع. لا واحنا كمان بقينا بندلع اولادنا كتير قوي زياده عن اللازم. يعني انا بفكر بالطريقه اللي انا اتربيت بيها زمان، ما كانش عندنا اصلا حاجه اسمها اكل من بره، ما كانش صح، ما كانش عندنا خالص، هو اكل البيت وهتاكلي من اكل البيت وهو ده اللي عندك. وامهاتنا لغايه النهارده كده. لكن دلوقتي لما ابنك بيطلب حاجه بتضعفي بصراحه، يعني ما هو ممكن اضعف مره لكن مش على طول. في امهات فعلا بتبقى سبب من اسباب ان ولادها لا قدر الله يجي لهم سكر، هي بتبقى هي السبب، هي العامل الرئيسي لان هو ابنها يحصل له كده، وهي تبقى السبب ان ابنها يبقى بصحه كويسه. يعني انا شايفه ان دايما ان الام هي اللي بتحرك الدنيا فعلا، هي العامل الاساسي. صحيح، صحه ولادها عموما. طيب بصي بقى، انت جبتي سيره مقاومه الانسولين، وانا بصراحه مش هسيبك كده من غير ما اسالك، لانه مش هعديها مرور الكرام بصراحه، لانه كتير قوي دلوقتي بنسمع عن مقاومه الانسولين، وكتير قوي الناس تهمه
مقاومه الانسولين بان هي سبب في تخنها. يعني انا ما بنزلش في الوزن، انا عندي مقاومه للنزول لان انا بعاني من مقاومه انسولين. ما تيجي كده نشرح للناس ببساطه هو ايه هي مقاومه الانسولين؟ ببساطه كده هو مقاومه الانسولين دي ان هو بيحصل خلل في الجسم نفسه. الجسم نفسه من كتر ما انا على طول باكل وعلى طول نشويات كتير وسكريات والكلام ده كله وعلى طول مش بيدي فرصه، فالخلايا بتدخل الانسولين دوت جواها عشان تحوله لطاقه. تمام؟ فهي عملت البلوك، عارفه حد عمل لحد بلوك خلاص ما انتش داخل تاني، قفلت عليه. فبيفضل الانسولين ده يرتفع في الدم والسكر يرتفع في الدم يرتفع في الدم يرتفع في الدم، فبينتج عنها ان انا اجي مثلا الاقي السكر، بس الاقي مثلا ان انا بعمل دايت بتاعي وما بنزلش. دي اول حاجه تقول لك انا ماشيه على الدايت مظبوط بالملي وما بنزلش جرام يا دكتور. يبقى يا جماعه دي اول علامه من علامات مقاومه الانسولين اللي هتعرفكم ان انتوا عندكم مقاومه للانسولين. ان انا ابقى عامله دايت وما بخسش. دايما بقى اشوف رقبتهم. رقبتهم بيبقى فيها كده زي سواد. تمام؟ تقول لك ده من الكلف. ده كلف مثلا ده من بعد الولاده وهو عندي. ده مش، لا هو ما بيبقاش كده. في زوايد جلديه طالعه. دي من علامات مقاومه الانسولين. دايما بيشتكي ان هو حتى لو جسمها حلو وكل جسمها حلو عندها بطن، بطن سفليه خصوصا. تمام؟ دايما بتلاقي عندها البنات مثلا عندهم مصاحب ليهم بالبي سي او بتكيسات المبايض. معظم الحالات بتبقى عندها المشكله دي. عندها مثلا ظهور شعر في اماكن غير مرغوب فيها. ففي كده كم علامه بتبينها. هي اولها ان انا بعمل دايت وان انا ما بخسش. دي أول حاجة. اول العلامات اللي ممكن ان انا اشك ان ده عنده مقاومه انسولين. طيب ان هو بيبقى عنده شراهه حلويات خصوصا بعد الاكل. دايما يقول لك ايه انا اتغديت انا محتاج بقى حاجه مسكره عشان احلي. عايز احلي. صحي من النوم الصبح انا عايز حاجه مسكره. بصي دي اول ما اسالها العيان ويقول لي اعمل تحليل مقاومه انسولين الاقيها طالعه 4-3 يعني بتبقى عاليه فعلا خلاص. طيب انا معلش عايز اسالك السؤال ده بجد. هو ليه يعني معظمنا فعلا بعد الغداء على طول بيبقى نفسنا في الحاجه المسكره دي؟ وعلى فكره الفاكهه ما بتجيبش نتيجه معانا، يعني لو كلت شويه فراوله كده لا انا عايزه سكر. عشان اتعاملت مع جسمي بطريقه غلط. اتعاملت مع جسمي اديته حاجات ترفع له الانسولين مره واحده، ترفع له السكر مره واحده في الدم، فهبط مره واحده، فمحتاج حاجه مسكره. زي بالظبط نظام لما اجي افطر في رمضان دايما اقول لهم بلاش تفطروا على عصاير يا جماعه، نحاول احسن نفطر على التمر. خلينا على التمر، التمر بي 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 بيرفع السكر ببطء. بس انا عايز اسالك حاجه تخص التمر ده. اتفضل. وانا بستغرب قوي افطروا على تمر. طب ما هو التمر مش فيه سكريات برضو؟ في سكريات بس السكريات اللي ما بترفعش السكر مره واحده بتاع الدم. تمام؟ ما بترفعش بشكل تدريجي. ايوه. لكن السكر الابيض العادي اللي موجود في في العصاير نفسها دي بترفع السكر مره واحده وبتهبده. عارفه انت لما حاجه تطلع مره واحده بتنزل مره واحده؟ لا واحنا كمصريين بقى عندنا الكرم الزياده فنحط 10 كيلو سكر في العصير فنشرب الكوبايه من دول خلاص كده. وده اللي بيحصل فعلا. فيقول لك ايه انا حاسس ان انا لا هو بيشرب العصير من هنا. يعني انت جربيها حتى في الصيام. اشربي عصير وافطري على تمر هتلاقي نفسك ان انت هنا بتاكلي كميات اقل وان انت هنا مش شبعانه. وبعد الفطار هتلاقي نفسك عايزه حاجات حلويات عشان تعوضي جسمك بنقص او هبوط السكر اللي حصل. فدي من علامات مقاومه الانسولين. دي يعني دايما مش كل الناس عندها الموضوع ده. حتى لو احنا مش قادرين ان احنا نعمل التحليل لانه غالي او كده احنا دلوقتي حياتك قلت لهم شويه حاجات كده هيقدروا يعني يقيموا حالتهم. هو الافضل طبعا التحليل لان هي بتحدد لك كمان انت مقاومه الانسولين عندك درجه كام. ده كمان درجات. وعايزه اقول لك على حاجه، ممكن يطلع السكر بتاعك الصايم كويس والفاطر كويس والتراكمي كويس ويطلع عندك مقاومه انسولين. هي ملهاش علاقه. طب انا عايز اسالك سؤال. هو انا لو انا عندي مقاومه انسولين دي يعني دلاله على اني بعد شويه هيجي لي سكر؟ لا قدر الله لو انا اهملتها الانذار اللي جالي ده. يعني ده انذار زي الانذار بتاعك. يعني ده انذار.
ده حقيقة فعلا. انذار يا جماعه، انه يعني لا قدر الله هيجي لكم سكر لو انتوا اهملتوا. ما هو احنا بنقول كده، هي الانذارات دي ايه فايدتها غير ان هي تنبهنا؟ هي الارم بتقول لنا يا جماعه خلوا بالكم، انتوا وارد يجي لكم كذا فاعملوا كذا. ده حقيقة. ولو ما بدأش فعلا يعمل نظام غذائي وبدأ ان هو ياخد الموضوع جدي، لا هو معرض بنسبة 95% يجيله لا قدر الله سكر يعني. ده والبنات اللي عندهم مقاومة انسولين هم دايما بيبقوا بيشتكوا برضو ان هم متلازمة على طول تكيسات الموبايل معاها، يعني هي معاها على طول، يعني حاجة ممكن تعطلها عن الحمل في لخبطة بقى في والإنجاب. البريود، في لخبطة بقى بالظبط. في ظهور شعر في أماكن غير مرغوب فيها كتير، تحس على طول انها عصبيه، يعني هي بتعمل لها مشاكل برضو على فكره. يعني هي مش جاست فهي انها لا، بس هي لو حلتها هي اللي هترتاح، مش بس بس ان هو هي متى ان مش انت عارفه تخس. بتبداي تحلي مقاومه الانسولين بتلاقي الوزن بينزل. يعني حتى الوزن اللي هو كان يقول لك انا ما نزلتش جرام وحارم نفسي من كل حاجه، تلاقي الوزن طبيعي بينزل. بتيجي تعملي تحليل بعدها بثلاث شهور بتلاقي خلاص ان الموضوع انتهى. طب انا عايز اسالك سؤال، هو مقاومه الانسولين دي تتحل بنظام غذائي امشي عليه هنقوله دلوقتي للناس، ولا كمان لازم مع النظام الغذائي ده ادويه؟ مقاومه الانسولين معاها لازم ان انا اعمل نظام غذائي معين تمام للشخص اللي عندي، لو هو مش مصاحب لاي امراض تانية تمام، لازم يبقى لو كارب اوكي، بلس ان انا بتعامل معاه بالصيام المتقطع. والصيام المتقطع عدد ساعات الصيام بيختلف من شخص للتاني، من الست للراجل، من البنت المتجوزة، عشان دي نقطة معظم البنات بتقع فيها، تقول لك أنا بعمل صيام متقطع وبصوم 18 ساعة. طب اسأليها بقى عن الدورة الشهرية، قول لها أخبرها، تصدقي دكتور فعلا في لخبطة فيها، حسيت إن في لخبطة إيه ده؟ لا فيها. معلش بقى ثانية واحدة. تمام، لأنها بتعمل امبالانس في الهرمونز للبنات اللي هي ما اتجوزتش، بتعمل امبالانس في الهرمون، فعشان كده بنقول لهم دايما صيام بنبدأ 8 12 بعد كده 14 ساعة، ده اللي نقدر ان احنا نصومه لغاية لا ثانية واحدة، انا مش يعني مش هعدي الحتة دي عشان موضوع الصيام المتقطع ده يعني لسه كنت بكلمك هو فيه جميل وانا مقتنع بيه قلبا وانا وقالبا. مقتنعة بيه يعني 100%، بتكلم عنه اصلا من سنين، هاي يعني هو لسه طالع دلوقتي بس انا بتكلم عنه من سنين على خلينا فكرة. انا هسألك اسئلة كتير قوي تخصه عشان الناس تبقى فاهمة تمام. ايه هو الصيام المتقطع وتعمله ولا لأ، ومين اللي ما يعملهوش، ومين اللي ممكن يلخبط له حاجات زي هرمونز في جسمه زي ما انت تمام. قلتي، يعني ده مهم قوي. بس اخد مين يا جماعة؟ سلوى. مدام السلام سلوى، عليكم. ازيك يا مدام سلوى؟ ازاي اتفضلي. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، كل سنة وحضراتكم طيبين. وانتي بألف خير. ممكن اكلم اتفضلي. دكتورة؟ اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتورة، أنا عندي اتفضلي. 66 سنة وعندي ضغط وسكر وقلب تمام، وعاملة عملية الغدة من زمان، وعندي عيب خلقي في الأوعية الليمفاوية، وعملت دايت خسيت 15 كيلو، كنت أنا 160 طول وكنت 130، خسيت 15 كيلو وزدت على كده بقالي 3 4 سنين، وحاطه مسامير وشرايح في العمود الفقري، كذا مسامير وشرايح كتير يعني، فما اقدرش امشي ومش قادره. واكلي اكل ايه؟ ربع رغيف واشبع بسرعه جدا، وبعد ساعتين ثلاثه اجوع، اكل برضو ربع كده يعني، ماليش وجبه معينه طول النهار، راحه جايه مثلا 5 مرات، ربع رغيف، ماليش في الحلويات يعني، ما باكلش لا نادر جدا الحاجات دي، بس باكل فاكهه، بحب الفاكهه، فمش عارفه اعمل ايه. طب مدام سلوى انت ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان انا عايزه ما بقدرش امشي دلوقتي. انت وزنك قد ايه؟ 130. وزني انا كنت 130 وعملت رجيم بقيت 115 وطولي 160، وما بتاكليش كتير زي ما انت لا بتقولي. لا لقمه لقمه كده يعني، كل شويه اجوع اكل لقمه ربع رغيف كده، وماليش في الحلويات. طيب وممكن اكل ايه على فترات طويله قوي، مثلا مره مكرونه مره رز كده، والخضار باكله كده بالمعلقه سوري يعني. طيب ما بحبش اكل عيش كتير ولا رز كتير. الف سلامه عليكي. مش عارفه اعمل ايه. الف سلامه عليكي متابعينا. ميرسي يا قلبي، ميرسي، هنرد متشكره عليكي جدا. مع السلامه. استاذه سلوى بتنقنق واضح بتنقنق تمام. وهي دي المشكله، ان انا كل ما هاكل كل ما الانسولين هيطلع، كل ما هاكل كل ما هيطلع، كل ما ياكل كل ما يطلع، شايفه؟ فاحنا الحل بتاعها ايه؟ الحل ان احنا نبعد فترات الاكل، يعني نخلي مثلا الوجبه ما بينها، احنا دايما بنقول من 5 ل6 ساعات ما بين كل وجبه والتانيه. طيب انا جعان في الوقت ده،
اعمل ايه؟ ممكن اخد اللي هي الحاجات اللي هي الكالوريز بتاعتها قليله جدا زي الخيار زي الخس، تمام؟ ممكن الجزر لينا واحده في اليوم مفيش مشكله خالص منها، ده اللي ممكن اكله كسناك بين الوجبات ما يرفعليش السكر في الدم. هي قالت نقطه كمان، قالت ان هي بتاكل فاكهه كتير، الناس بتتعامل مع الفاكهه على انها ده فاكهه ولا حاجه يعني على فكره يا دكتور ده فاكهه. يعني ايه ده فاكهه؟ يعني انا ممكن اقعد مثلا طبق فاكهه كده في خمس ست انواع فاكهه واكلهم. لا وبعدين ما احسبهاش بقى دي فاكهه بقى دي حاجه. ايوه دي فاكهه يا دكتور، هي فاكهه بتتخن وفعلا هم لا هي الفاكهه بتتخن لان الفاكهه سكر، الفاكهه سكر، هي سكر فيها سكر فركتوز بس هو سكر بس نفس يركزوا بقى نفس السكر العادي هو قليل في الكالوريز بتاعها ما بيرفعش السكر في الدم زي السكر الابيض، بس هي سكر لو زودت عن سمرتين في اليوم هي سكر اتخن. طب ده احنا الحمد لله مش بنتعامل مع الفاكهه بالطريقه اللي انت بتتكلمينا بيها دي خالص. هي فاكهه يعني حاجه عاديه. في عندي بقى من الفواكه اللي هي لو كارب مثلا اللي انا بعتبرها من زي احلى إيه؟ طيب الفواكه قولي لنا ارجوك. اللي انا بعتبرها زي الخضار اللي هي زي الفراوله. الفراوله دي عظيمه تمام بالنسبه للستات كمان، يعني ده هي ده هي ليها حاجات انثويه رهيبه بالنسبه للست تمام. وتعتبر من الفواكه اللي هي انا بعتبرها كانها خضار، كانك كلتي خضار بالظبط مش كانك كلتي فاكهه فيها سكر يعني. وانتي اوكسيدنت بقى رهيبه. التوت كمان من الحاجات الرائعه، هي مهم من عائله التوتيات. ايوان التوتيات لا حقيقي والله يعني ليها كمان فوائد تخص مثلا امراض زي الكانسر، وهي كمان بتعمل عندها مركبه شرايح ومسامير في ظهرها. ده طبعا ده اكيد من الوزن لان من ضمن مضاعفات السمنه مشاكل الظهر والركبه. صحيح. ودي بنشوفها بقى كتير، يعني دي اكتر حاجه بنشوفها مشاكل الظهر. يقول لك انا عندي غضروف، انا عندي خشونه، انا عندي ركبتي هغير مفصل، ده كله ويقعد يعمل جلسات ويقعد ياخد ادويه. اقول له انت لو ما خسيتش ملوش لازمه كل حاجه، واعمل عمليه واعمل اللي انت عايزه ملوش لازمه تمام. فهي كمان عندها مشكله في الحركه ان هي ما بتتحركش، فيعتبر ان هي ما بتنزلش. بس هي تتحرك ازاي بالوزن ده؟ ما هي عشان احنا مش هنتحرك، مش هنقول لها مثلا امشي ساعه لا، بس على الاقل حركي نفسك على الاقل 10 دقائق كل يوم احسن من ان انا اتحرك ساعه مثلا كل شهر. طيب قابلتلي مدام سلوى ان انا اوقفي فاكهه مش اكتر من سمرتين في اليوم، حاولي حركه ولو بسيطه في البيت بس حتى تلف حوالين 10 دقائق. صحيح تعبت تريح ما عندناش اي مشكله خالص. مدام نادية السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا عمري 25. ايوه وطولي 165. انا مش هقول مدام بقى ولا عنيش نادية بقى على طول عشان مش عارفه انت متجوزه يا نادية. طولي 165. انت عنيسه يا نادية؟ لا مدام. طيب طولك كام؟ 165. وزنك؟ او 110. تمام. في اي مشاكل صحيه يا ناديه؟ انا كده بحس ان انا كده. لا ناديه الصوت بيقطع بس هو ما بين 100 و110 ده 10 كيلو يا ناديه، معقوله متلخبطه؟ لا اوقات جسمي بينزل مثلا ما بين 10 كيلو دول من ال 100 لل 110. طيب مش عارفه تخسي؟ لا ما عامل رجيم بعد كده ما بينزلش غير هم ال 10 كيلو دول. وزنك ما بينزلش غير ال 10 كيلو اللي انت عندنا بطن يا عندنا بطن يا ناديه؟ عندنا بطن عاليه؟ ايوه. عندنا الدوره الشهريه منتظمه ولا لا؟ ناديه ناديه مفيش مشاكل في الدورة الشهرية. مفيش مشاكل تمام. في أي أمراض تانية؟ في ضغط، في سكر، في قلب، في أي مشكلة تانية؟ لا خالص الحمد لله. لا تمام. أخبار الحلويات معاكي إيه؟ لا يعني مش عادي. إيه طب النشويات؟ المخبوزات عموما؟ لا عادي برضه. ما بناكلهاش كتير؟ لا عادي. حاولتي تعملي دايت كم مرة؟ مثلا مرتين وقست مع بتنزلي وبعد كده بتيأسي فبترجعي تاني.
لأ يعني زهقت مش عارفة أعمل من نفسي يعني من غير متابعة مع دكتور ما بنزلش. طبعا ده أكيد طبعا. ماشي يا نادر. مشكورك دكتور. طبعا هي سنها 25 صغير جدا 110 165 طول. احنا كده دخلنا في سمنا تمام. هي طبعا ان هي بتعمل لوحدها نظام غذائي ده مش صح وانا ما بفضلهوش. لا هي محتاجه تروح للدكتور. الدكتور دايما بيبقى عامل زي الايه عارفه انت انا يعني ايه حد مراقب عليكي بالظبط. هما بيجوا يوم الميزان ده بيبقوا خايفين جدا وهما داخلين بيبقوا خايفين. عارفه ابنك لما يبقى خايف منك كده ان هو عامل حاجه غلط ماشي انت نفسك كأم بتفهميهم. يعني انا دخلتهم كده انت يا اما خاسس يا اما انت ملخبط ببقى عارفه هم من عينيهم خلاص. هم نفس الفكره. لو راح وقعد لوحده في البيت حتى لو معاه ادويه من ادويه التخسيس هو ما بيخسش. حتى لو معاه ادويه التخسيس هو ما بيخسش لان هو مش عليه الرقيب اللي هو بتاع كل اسبوع او كل 10 ايام ان انا ماشي على سكادول معين ان انا هخس في الاسبوع ده مثلا 2 كيلو. لا الدكتور مثلا هتبقى متضايقه السيستم اللي احنا ماشيين عليه هيتغير. يعني انت فاهمين دي كلها اعتبارات بتبقى على المريض نفسه بتاع السمنه. ده مريض مش سهل على فكره. يعني ما نجيش نقول مثلا ده عايز يخس. لا هو على فكره المريض ده بيبقى محتاج الدكتور يحتويه نفسيا قبل ما هو هيبقى دكتور معايا لان هو فعلا المعظم بيبقى عندهم مشاكل نفسيه كتير. لو ما قدرش الدكتور ان هو ينجح معاه نفسيا هو مش هيعرف على فكره يخس المريض ده. حتى لو دكتور شاطر جدا هو لو ما قدرش يحتوي المريض بتاعه نفسيا هو مش هيعرف ان هو يخس. فهي انا انصح ناديه طبعا انها تروح تتابع مع دكتور تغذيه. هيبدا يعملها التشيك كله كامل التحاليل كامله. هيبدا يشوف جسمها نفسه محتاج ايه جسمها نفسه بيحرق قد ايه. دي حاجات انا ما اقدرش اقولها لها مثلا على الهوا دلوقتي. ما اقدرش اقول لها مثلا خدي النظام دوت يلا وهتخسي 5 كيلو في الاسبوع طب وبعدين. انت فاهماني. فهي الفكره ان انا ادخل على جروب او ان انا اخد نظام من النت او ان انا او الكلام ده كله غلط ما هو الصح. لان هو ممكن يعمل لها مشاكل في جسمها نفسها اكتر ما كانت تخينه. يعني في ناس بعد ما بتخس تقول لك انا ظهر عندي مشاكل كتير. لا هو انت بتخس عشان تفضل بتبقى بصحه احسن. اخد خطوه لقدام ما اخدش خطوه لورا. هي دي الفكره نفسها. فانا انصحها طبعا انها تروح لدكتور تتابع مع دكتور. طب انا عايزه اسالك من كلامك ده سؤالين. اتفضل. هو انا لازم يبقى عليا رقيب عشان اخس؟ مش ممكن اخس من غير رقيب؟ لا. طيب الحاجة الثانية ده أنا بالحالات اللي أنا شفتها لا. لا طيب أنا عايز أسألك حاجة ثانية. هنتكلم دلوقتي على الحالات اللي بتعاني من سمنة مفرطة يعني عندها وزن زايد قوي ولكن لو أنا مثلا هند أو غيري حتى أخص مني وعايز ينزل 2-3 كيلو ممكن أنزلهم لوحدي؟ يعني أنا دلوقتي ما يعني اكثر البرامج الطبيه اللي في كل القنوات الفضائيه انا قعدت اتفرجت على حضرتك واتفرجت على حد تاني من الناس اللي انا بثق في ارائهم وبدا يبقى عندي معلومات كتير تخص الدايت. هو انا ممكن من نفسي مني لنفسي من قراياتي من الحاجات الفيديوز اللي انا بتفرج عليها اقدر اخس؟ لو انا غيرت لايف ستايل بتاعي. وهو ده دايما اللي بحاول اوصله مع المريض بتاعي ان انا مش مجرد الورقه او النظام اللي احنا هنعمله النهارده وهتقعد معايا 3 شهور او 4 شهور احنا بس كده. لا احنا بنغير عاداتنا. تغيير العادات انت عارفه انت مثلا مجرد انها توقف السكر اسبوع هتخسرها بتاع 5 كيلو. هتشرب ميه زياده تمام هتلاقي نفسها في الاسبوع الثاني بتخس 3 كيلو كمان. خلاص هي الفكره تغيير العادات نفسها هتلاقيها بتنزل لوحدها. بس هتيجي عند نقطه مش هتعرف تنزل عليها تبقى محتاجه الجايد معاه الدكتور لان هو اللي هيبقى فاهم جسمها طبيعه جسمها طبيعه جسم واحده انت بتختلفي عنها. ما اقدرش ادي الجيم مثلا واقول لك يلا يا هند مثلا خديه وخدي مثلا يا شيماء مثلا نفس لا مش هينفع. وده حقيقي لانه الرجيم نفسه بيتفصل كل على حاجة. المريض. أيوة كل حاجه طبيعه شغلك طبيعه جسمك وطبيعه نومك. يومي انا قلبه يومي بنام بالليل كويس ما بنامش بس انت بتاكلي حاجه هي ما بتاكلهاش. يعني في حاجات دي دور مين بقى؟ ده دور الدكتور معاها. صحيح. ده دوره هو. ما احنا درسنا ليه وتعبنا ليه؟ اكيد عشان ناخد بايد العيان اللي جاي لنا دوت للطريق السليم مش للطريق الغلط اكيد. صح يعني فعلا.
ايه. الو يا ايه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه يا فندم، انا كنت عايزه اسال على الصيام المتقطع. يا ايه، عايزه تسالي ايه بقى عن الصيام المتقطع؟ انا عامله، انا كان وزني، انا طولي 156 وعندي 25 سنه، ووزني كان 77 كيلو، وبعدين انا دلوقتي بعد 3 شهور عامله صيام متقطع، انا 67، بس بقالي 15 يوم على الميزان ثابته، بوزن كل جمعه، ما فيش 67 ونص، هم ما بتحركش. هو انت بقالك قد ايه عامله صيام متقطع؟ بقالي 3 شهور. 3 شهور. كنت الاول بتنزلي كويس؟ انا في اول فتره، يعني انا نزلت اول شهر حوالي 5 كيلو. دكتور، وبعد كده بقيت انزل مثلا بتصومي كيلو كم ساعه كده. ايه، بتصومي كم ساعه؟ كنت الاول بصوم 16 ساعه، وبعد كده لما الدوره لخبطت معايا بقيت اصوم 14 ساعه. شفتي؟ لا، ده كلمه كده يا دكتور بنقولها، فاجئتينا. كلمة ان احنا بنقولها، يعني ان احنا، طب انا هرد عليكي ايه. الصيام المتقطع هنشرحه كده سريعا. هو بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا لما دايما انا اقولها الكلمة دي، لما يكون عندي عيل مهايبر وعامل شقاوة طول النهار وينام الدنيا بتهدى. بس هو دي الفكرة كلها، ان انا على طول متعود جسمي ان انا كل شويه نعنع، كل شويه اخد الشوكليت ديت، مش عارف ايه، حته البسبوسه دي، مش عارف ايه، لا مش هتحصل حاجه، ما انا بحرق، ما انا بمشي، الكلام ده كله. فانا عندي الانسولين على طول مهايبر، السكر مهايبر في دمي. تمام. فمجرد ان انا بمنع، بقفل ده زي ما بنقول، ده بيهدى خلاص، انا كده ما عنديش مشكله. اوكي. فلما يهدى كل حاجه في جسمي بتهدى بالظبط. هو دي، هي دي فكرته، ان انا لما بقفل بقي خلاص الدنيا بتهدى. بلس كمان ان احنا بنقول الصيام متقطع، احنا بندخل فيه عدد ساعات النوم. فعدد ساعات النوم الجروس هرمونز او هرمونات النمو، هرمون النمو نفسه بيبقى عالي في الفتره ده. تمام. فبيبدا ان هو بيحرق او بيزود حرق الجسم نفسه. تمام. تمثيل الغذائي بتاع الجسم نفسه. فهو الصيام متقطع احنا استفدنا منه كده بحاجتين، ان انا بريح، صوم متصحه. احنا دايما في الصيام بنبقى مرتاحين على فكره. تمام. الا طبعا بعض الامراض المزمنه اللي طبعا بتبقى تاخد شرط الدكتور طبعا، ودي اللي انا ببقى واخده بالي منها جدا. لما بيجي حد يعمل صيام متقطع، عنده ضغط، سكر، قلب، الكلام ده كله لازم يبقى ماشي. ده ما ينفعش يعمله لوحده يا جماعه، عشان برضو نكون احنا قدام الكاميرا، ما ينفعش ده يعمله لوحده. ما ينفعش ان انا مريض قلب هقول ان انا هعمل صيام متقطع لوحدي، دي ما تنفعش. ده فكره الصيام المتقطع. الصيام المتقطع بقى احنا بنبدا من 8 ساعات. تمام. ممكن يمشي على 8 ساعات دي، ممكن يمشي اسبوعين حسب ما الدكتور بيغير للي قدامه. بعد كده بنبدا 10 12 14. انا دايما البنات اللي هم لسه ما اتجوزوش انا بوقفهم عند 14 ساعه، ما اقدرش اديهم اكتر من 14 ساعه، لان لما خدوا اكتر من 14 ساعه بدات تحصل لخبطه هرمونز. الهرمونات نفسها، بدل ما انا كان جسمي ماشي في طريق صح، لا هو بدا يحود بالنسبه لي. فخلاص خلاص بقيت اقول ان البنات اللي هم لسه ما دخلوش مرحله الجواز او الخلفه او الكلام ده كله، خلاص ده ستوب عند 14 ساعه، ما اقدرش اديها اكتر من كده. تمام. الصيام المتقطع ده انت ممكن تعمليه كل يوم. ده طريقه. في طريقه تانية، ممكن ان احنا الخمس ايام في الاسبوع اللي احنا بناكل فيهم فطار غدا عشاء بدون صيام متقطع، واعمل يومين في الاسبوع الصيام المتقطع. طيب دي طريقه تمام. دي طريقه دايما بفضلها للناس اللي هم مثبتين وزنهم. يعني خلاص هو خلص مش عاوز يخس، لكن عايز يثبت على الوزن، عايز يحافظ على اللي هو فيه، او عايز يستفيد من فوائد الصيام نفسها، الصيام المتقطع نفسه. استفيد بيها بايه؟ ان انا بريح جسمي، بريح الانسولين بتاع جسمي، بدي فرصه لجسمي الهرمون النمو ان هو يطلع ويشتغل طبيعي. تمام. فده انا بستفيد بيه بيومين في الاسبوع. يعني انا ممكن امشي الخمس ايام على فطار غدا عشاء عادي. تمام. وابدا ان انا اليومين في الاسبوع دول اعمل مثلا الصيام بتاعي 14 16 18 حسب ما ايه، ما انا وصلت للمرحله اللي انا وصلت لها. طيب انا عايزه اسالك على حاجه. اتفضل. واضح ان هو بيتعامل بطرق كتير مختلفه. اكيد. والساعات كمان هي بتتراوح. يعني في ناس تقول 12، في ناس تقول 14، في ناس تقول 16، وفي ناس توصل ل 18. على فكره انا اعرف ناس كمان ممكن بتعمله 20. و24 يوم كامل صيام. طيب هو انا هستفيد ايه لو انا فطرت عند 12 ساعه، وهستفيد ايه لو انا فطرت عند 14 او 16 ساعه؟
يعني هل كل لما بزود بستفيد، ولا في ناس تزويد عدد الساعات ده بالعكس هيجيب نتائج عكسيه، مش نتائج كويسه زي اللي انت قلتيه دلوقتي؟ في مع بعض الناس وفي مع بعض الناس هيجيب نتائج كويسه، ده حسب الشخص نفسه اللي بيعمل الصيام المتقطع. يعني انا مش هعرف مني لنفسي، لا طبعا، عشان انا دلوقتي كتير جدا طبعًا. من الناس والستات بالذات والبنات بيعملوه لهم نفسهم، جروبات اصلا طبعا بينصحوا بعض وكده. تمام. فايه بالنسبه لها انها ثابته بقالها 3 شهور ماشيه على 14 ساعه صيام متقطع، انصحك ايه؟ ان انت تكسري الصيام المتقطع. على فكره هو لازم ينكسر، يعني مش ما ينفعش اكون بخس عايزه اخس وافضل ماشيه عليه على طول. طب لا معلش سؤال بقى هنا، اكسره ايه؟ يوم في الاسبوع مثلا؟ يوم في الاسبوع، ولو وزني ثابت زي ايه مثلا كده بعد 3 شهور لا اكسره مثلا 3 ايام. طيب بصي بقى، عايزه اقول لك على حاجه. يعني انا دايما بلاحظ، مش عايزه اقول ان انا ماشيه عليه عشان بس ما يعني. انا ماشي عليه بصراحه، وانا ماشي علينا كمان. طبعا نطلع كلنا الحاجات الحلوه جدا على فكره جدا. بس عايز اسالك حاجه، لما بمشي عليه زي ما انت بتقولي كده وما بكسرهوش، بيحصل لي زي اللي حصل لايه كده، بس ثبات. لما بكسره يوم واليوم ده بقى، معلش انا هقول انا بعمل ايه، باكل يعني كل اللي نفسي فيه، وشوكولاتات بقى وحلويات وكل حاجه. بلاحظ بعد كده لما برجع مرة تانية بلاقي لا الدنيا بقت كويسة زبطت. جدا وظبطت جدا، زي اللي بيثبت على الميزان. طب تفهمين ده الجسم نفسه، تفهمين الميكانيزم بتاع جسمنا، الميكانيزم ان الجسم خلاص بيبقى في الاول ما هوش فايق، ما هوش عارف اللي انت بتعمليه معاه ايه. تمام. فبيفضل ان هو يحرق، الدهون تنزل، الووتر تنزل، الكلام ده كله. بعد كده بيبدأ الجسم خلاص هو عارف انت بتعملي ايه، ما تحكيش عليا بقى، فيبدا ان هو لا ريزست، هو يشد وانت تشدي. اوكي. فابدا ان انا اعمل ايه، اضحك عليه تاني. هي دي فكرة، وهي دي فكرة اللي احنا بنقول ان تغيير النظام الغذائي كل اسبوع او 10 ايام. عشان كده انتوا كدكاتره بتعملوا الحركه دي. الكالوريز نفسها بتختلف. انا النهارده هدي لك 1200 الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده هدي لك 1500، الاسبوع اللي بعده ممكن اديه لك 1000 كالوري. يعني هو دي الفكره، ان انا بلخبط الجسم نفسه، ما بيبقاش عارف انا جسمي بيعمل ايه. لا يعني هو إيه؟ بيفضل يخس معايا. الجسم ذكي وانا بخدعه. طبعا بعمل خداع، قصه خداع. مهم الخداع دي عشان الجسم بيبقى ذكي جدا وعارف كل حاجه. يعني هو اصلا الجسم اصلا ده بيديكي الارم لكل حاجه في مشكله عندك. انت لو عندك اي مشكله داخليه بتظهر، بتظهر على شعرك. لو عندك ناس فيتامين دي هتلاقي اول حاجه شعرك بيقع. لو عندك مثلا انيميا هتلاقي اول حاجه شعرك بيقع، وشك بيل. يعني هتلاقي هو الجسم ما هوش حد غبي، لا هو مرايه للي جوانا. بس كده دايما اقول كده، لو اي حد دايما جوانا. الوش بتبين، لو عندي اي مشكله داخليه هتبان على وشي. هي دي الفكره. طيب عشان كده لازم نخلي بالنا من كل حاجه بنعملها في الدايت. طيب بصي، نظام صيام متقطع، عشان في ناس كمان زي ما في ناس كتير قوي ماشيه عليه، في ناس ما تعرفوش خالص. هو انا عشان اعمل صيام متقطع، معنى الصيام ان انا اصوم، لكن احنا مش بنصوم على حاجات كتير قوي، ممكن تشرحيها دلوقتي للناس؟ طبعا احنا بنصوم، بس الفكره ان هو عن الاكل. هي دي فكرتنا، بنشرب كل المشروبات. تمام. مسموح لنا، يعني انا دايما اقول الناس اللي هي بتبقى حابه تشرب حاجه لبن، فبقول لها مثلا ممكن حاجه بسيطه جدا، ولو لبن شوفان تمام او لبن لوز يبقى الموضوع هيبقى بالنسبه لنا احسن، عشان ايه ما نكسرش فكره ان احنا ماشيين على الصيام نفسها. ممكن تشربي اي مشروبات انت عايزاها بس من غير سكر، ما عندناش اي مشكله. الميه تشربيها مفيش يعني مشكله، ينسون شاي كل جنزبيل. وبعدين انت داخل اصلا فيهم 7 أو 8 ساعات نوم، فانت بالظبط. وبعدين انا دايما يقولوا لي إيه هو انا لازم اول ما اصحى من النوم انا لازم افطر عشان بقى الحرق بقى يشتغل؟ اقول لهم لا، ما فيش حاجه اسمها كده. هو اكيد ربنا مدينا حاجات، يعني مثلا احنا في صيام رمضان، احنا بنقدر ازاي ننزل شغلنا، بنقدر ازاي نعمل اللي احنا هنقف في المطبخ نعمل واحنا مش واكلين. هي الفكره ان في مصادر تانية ربنا مديها لنا في جسمنا، ان جسمنا يقدر ان هو يحرق من جواه الدهون نفسها عشان تدينا الطاقه دي، عشان نقدر ان احنا نتعامل في اليوم بتاعنا. فالفكره ان انا اول ما اصحى من النوم، هل ان انا افطر ولا مفطرش؟ لا، انا بفضل مثلا ان الفطار يبقى بعدها بساعتين ثلاثه، اخر الفطار شويه، كانك بالظبط فكره الصيام المتقطع اللي انت عامله. انا صحيت، انا مثلا بطلت اكل 6 مساء مثلا، هصحى مثلا 8 الصبح، ابدا ان انا افطر مثلا على الساعه 10، ما عنديش اي مشكله خالص في الساعتين اللي هم اول ما اصحاهم دول.
بس. فهو ده فكرة الصيام المتقطع نفسها، عدد الساعات بناء على ايه؟ بناء بتختلف من كل واحد ومن كل حالة للتانية، وخصوصا الناس اللي عندهم امراض مزمنه ما ينفعوش يعملوا صيام متقطع لوحدهم. انا مبسوطه قوي ان احنا بنقول الكلام ده عشان ما حدش يعني يتشجع ويروح للصيام المتقطع يعمله منه لنفسه، لانه هيعمل مشاكل. يبقى لازم تتابع مع حد يقول لك هو اصلا النظام ده ينفعك ولا ما ينفعكش، وهتعمله ازاي، بأي طريقه، وعدد الساعات هتنفع ولا مش هتنفع. بالظبط هي دي الفكره. يعني اي طريقه اللي هتمشي، هتمشي على 12 ساعه ولا 14 ولا 16، لازم مش انت اللي تحددها منك لنفسك. لا طبعا. طيب في ناس كتير تقول لك ايه، انا خايف من الصيام المتقطع ده لانه انا شغلي بيتطلب مني تركيز عالي، وانا خايف انا مش فطران بقى هروح الشغل وانا مش فطران هشتغل ازاي. يعني انا واحده من الناس اللي كنت خايفة منه جدا في الأول، لأنه طب أنا إزاي هنزل من غير فطار وهقعد أتكلم كده قدام الناس، على أكيد كله هيطلع ملخبط. بس اكتشفت بقى حاجة غريبة جدا، إن أنا تركيزي بيبقى زايد جدا في وقت الصيام، وأول ما ابتدي بقى أروح البيت وأخد الوجبة الأساسية بتاعتي، لا أتقل، أبقى مش قادرة أقوم من السرير أتحرك، مش قادرة أعمل حاجة، مش قادرة أتكلم مع حد من ولادي. حقيقي يعني الأكل بيخليني اتقل جدا، وبالعكس افقد جزء من تركيزي. هو الفكره كلها زي في صيام رمضان، احنا بنعمل ايه في صيام رمضان؟ ما احنا بنصحى الصبح ما بيكونش واكلين ولا كمان في ميه كمان، وبنقدر ان احنا نتعامل وبنروح شغلنا ونسافر ونيجي ونتكلم مع الناس ونعمل كل حاجه، واللي عايز يروح الجيم بيروح، يعني ما عندناش اي مشكله خالص. هي الفكره بس ان هي بتبقى عاده في دماغنا احنا واخدين عنها، ان انا لازم افطر الصبح عشان اقدر ان انا اتحرك. لا طبعا، مفيش حاجه اسمها لازم افطر الصبح عشان اقدر اتحرك، مفيش الكلام ده خالص. لو انا ما عنديش اي مشاكل صحيه، لو انا ما باخدش اي ادويه، عشان برضو نكون واضحه للناس، لان في ناس مثلا مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى القلب، الناس دي لازم تاخد دواء، ولازم الدواء مثلا ساعات بيبقى بعد الاكل او قبل الاكل مثلا بنص ساعه. فدي ناس يا جماعه احنا مستبعدينهم برضو من حوار الصيام اللي احنا بنتكلم عليه، عشان برضو الناس تكون فاهمة. تعالي ناخد بقى اخر تليفون معنا في الحلقة. اوكي. ايه برضو؟ ايه؟ نعم. اتفضلي يا ايه. انتي على الهوا يا ايه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك يا دكتورة، انا عندي 17 سنة. وماشية في 18 يعني، بس انا متجوزة دلوقتي ومعايا طفلة عندها 6 شهور. انا من ليه كده يا ايه بس؟ ليه بدري كده يا ايه؟ ايه؟ فانا من ساعة ما حملت وكده وانا زدت في الوزن خالص، انا تقريبا دلوقتي 120 كيلو وطولي 160. والدة بقالك قد ايه يا ايه؟ والدة بقالي 6 شهور. 6 شهور، بترضعي طبيعي؟ لا، والدة قيصري من ساعة الولادة القيصرية وانا بطني كبرت خالص. بترضعي طبيعي؟ اه، برضع طبيعي. تمام ماشي. ايه طيب بشكرك يا ايه. تبعين طبعا ايه. والده بقى 6 شهور، محتاجه تعمل نظام غذائي خاص بالرضاعه، لان في طفل هيبقى الدكتور مسؤول عنه كمان بالمره. فاهماني؟ يعني دكتور التغذيه مش هيبقى مسؤول بس عن الشخص. ايوه، عن الشخص نفسه. لا، هو مسؤول كمان عن الطفل، صحه الطفل دي، لان هي مرتبطه بمامته. تمام، حوار الرضاعه ده بالذات. فطبعا ايه لازم تتوجه انها تروح لدكتور تغذيه وتبدا ان هي تعمل نظام خاص بالرضاعه، وما تسيبش نفسها طبعا، لان هو الطبيعي ان هو وقت الحمل في 9 كيلو احنا بنفقدهم في الولاده. يعني طبيعي ان احنا في 9 كيلو بنفقدهم في الولاده، هي وزن بقى الدم ووزن البيبي والسائل اللي حوالين البيبي والمشيمه والرحم والكلام ده كله. تمام، لكن في ناس بتزيد لغاية 20 و25 كيلو في الحمل، و30 كمان. لا، دول بقى عشان ايه بيفضلوا يقولوا ايه احنا بناكل الاثنين ولازم ناكل ازيد. لا، الكلام ده كله مش صح. وانا من ضمن الحاجات اللي بفضلها جدا للناس الحوامل في انظمة الحوامل، نظام الكيتو دايت، يعني من ضمن الحاجات اللي بتبقى افكتف جدا معاهم، بتشبعهم، بتظبط لي صحة البيبي اللي هيطلع. تمام، بتظبط لي نفسية الأم نفسها اللي هي، ودي أهم حاجة، ودي أهم حاجة. الستات في الحمل بيجيلهم اكتئاب حمل على طول. ده حقيقة.